جبت طفل تيجي وتجيب صليب ذهب. معجزة حصلت مع مريم عماد سادك من أسوان، عندها 52 سنة، متجوزة من 31 سنة. راحت عند كل الدكاترة قالوا مفيش حمل. سمعت عن معجزات العذراء بميت بشار، حاولت تكلم أبونا معرفتش تتواصل معاه، خصوصا إن المشوار بعيد من أسوان لحد الشرقية. راحت الكنيسة وشافت أبونا جردس. أول ما شافته قالت له الدكاترة قالوا لا، لكن أنا واثقة إن مفيش مستحيل عند ربنا. أبونا قال لها لو جبت طفل تجيب صليب ذهب؟ قالت له ده أنا أجيب صليب وحلق واللي أم النور عاوزاه. قال لها طيب روح عند الأيقونة بتاع العذراء قولي لها زي ما شلت شيلين. راحت ومشت، وبعد 3 شهور طلعت حامل. جابت فلتقوس ومريم الاتنين مع بعض. ربنا يفرح الكل بصلوات العذراء وابونا جردس.